شباب بلوزداد الذي يعاني في مرحلة الذهاب من بطولة هذا الموسم تنقل إلى الباية وهران من أجل مواجهة المولودية المحلية التي ليست هي الأخرى في أحسن أحوال هذا الموسم وتعاني في مؤخرة الترتيب. المباراة ميزها الحذر الشديد في البداية والفرص كانت قليلة وكانت تفتقد إلى الدقة اللازمة، ولكن الخطورة كانت أفضل وأكبر من جانب فريق شباب بلوزداد الذي ضيع العديد من المحاولات، ولكن هشام شريف في كرة ثابتة تمكن من الوصول إلى مرمى البلوزداديين مسجلا الهدف الوحيد في هذه المباراة، هدف ثمين وغالي بالنظر إلى الأسبوع الصعب الذي مر به فريق مولودية وهران. كرة ثابتة نفذت كما ينبغي وفاجأت الحارس واضح. شباب الوزداد بعد ذلك رمى بكل ثقله في الهجوم بحثا عن نقطة التعادل، ولكن السرعة والتسرع أو بالأحرى التسرع حرمه من ذلك، وصمود الفريق المحلي أقصد بذلك مولودية وهران أمام كل هذه الحملات البلوزدادية لتنتهي المواجهة بفوز ثمين وغالي لمولودية وهران وتعثر آخر قاسي لشباب الوزداد الذي ينتظره تنقل آخر صعب إلى شبيبة بجاية. هدف تاع اليوم نهدي كاع انصار مولودية وهران وبالاخص انصار اللي يبغوا مولودية وهران بالفعل. الحمد لله بينت لهم باللي انا ولد الفرقه ونبغي الفرقه، وان شاء الله مولودية تولي كي زمان، ومن اليوم من لا فيكتور تاع السي ار بي ان شاء الله نديروا ان با جديد ان شاء الله.